السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا جماعة عاملين ايه؟ النهاردة بقى في كلمتين وبس بالانجليزي، هناخد كده كلمتين برضو بنتناولهم دايما بشكل متكرر جدا جدا في حياتنا اليومية. الكلمة الأولانية الفعل اللي هو يذهب اللي هو go، لما نيجي نضيف له ing أحيانا بسمع بعض الناس أحيانا لما يجي ينطقها يقول لك going، لا هي مش going هي going، يعني في فارق في الإنجليزية، في فارق في الصوت ما بين going وما بين going، خلي بالك. وبعدين ممكن كمان الحرف الاخير اللي في الفيرب ده ممكن ان احنا نحذفه في النطق، فممكن تقول جوين يعني تقف عند الان فتقول جوين، فاقول لك هاوز ات جوين وذ يو، هاوز ات جوين وذ يو توداي، بسالك سؤال هاوز ات جوين وذ يو توداي، فتقول لي ام دوين جود، ام دوين جريت، ام دوين فاين، خلاص. وعلى ذكر بقى ام دوين، فهناخد الفعل كمان اللي هو لما تيجي تضيف اي ان جي، بسمع الناس برضه احيانا بتقولها دوينج، لا هي مش دوينج خالص، هي دوينج دوينج. وبرضه ممكن تلغي الجي الاخيره اللي في النطق، فممكن تقف عند الان فتقول لي داون، خلاص. فاقول لك مثلا هاو ار يو داون توداي، هاو ار يو داون، اقول لك ام دوينج جود، ام دوينج جريت، خلاص. فمره ثانيه هقول لك هاوز ات جوين، بص لغيت الجي اهيت، وممكن اقول لك هاو ار يو داون توداي، فمش عايزين نقول بقى جوينج، عايزين نقول جوينج، اوكي، او تقول لي جوين بالشكل الاختصار، ومش عايزين نقول doing، عايزين نقول doing، وممكن تختصرها فتقول لي doing بس كده يا جماعه.